طيب بالامس مشاهدينا الاعزاء تعرض بعض لاعبو الفريق الشبابي لحاله سرقه اثناء مباراتهم مع فريق الرائد، واللي انتهت هذه المباراه بالتعادل الايجابي بهدفين لهدفين. دعنا الان نتابع تصريح الكابتن عبد الملك خيبري حول هذه القضيه وحول هذه السرقه، نتابع. اللي دار في غرفة الملابس انا شاهدت يعني بعض التذمر سواء من اللاعبين او حتى من الاستاذ عبد الله القرين وهو نائب رئيس النادي. وش الاشياء اللي صارت؟ سرقة جوال عبد الملك الخيبري وعبد العزيز القميزي. ماشي الحمد لله على كل حال، يعني الشيء اللي صار هذا مش من اخلاقنا في السعودية ان تطلع مباراة ما تلاقي جوالك، تلاقي محفظتك مسروقة. لكن هذا اللي صار، وعسى الله يهدي اللي سوى الشيء هذا، الله يهديه ان شاء الله، وان شاء الله حقنا يرجع لنا. طيب انتم بحثتوا الوضع كلاعبين ولا خلاص راحت الجوالات يعني تسكتون؟ يعني لازم في، هل في يعني رد فعل؟ انا شاهدت عبد الله القرين قبل قليل قال انه تحدثنا مع اداره الملعب في هالحديث. سمعنا من الاستاذ عبد الله انه في تحقيق مع اداره الملعب مع السكرتير اللي كانوا ماسكين الغرفه. ان شاء الله في تحقيق الحين، وان شاء الله يرجع لنا حقنا ان شاء الله. الارقام طارت ولا الجوال كيفه؟ كل شيء طار، ما راح الارقام ولا ما اول مره. قبلنا لعبه نادي النصر تقريبا بالضبط اخذت منهم جوالات على ما اظن، يعني نسمع كلام بين انهم مخروبه منهم جوالات. نفس الملعب؟ نفس الملعب، وما باليد هيله، ما ادري شو نسوي هنا. إذن كانت هذه آراء وتعليق الكابتن عبد الملك الخيبري وكابتن صالح القميزي عن السرقة، سرقة جوالاتهم أثناء تأديتهم المباراة البارحة أمام فريق الرائد. وأعتقد مثل ما يقول لي الآن بعض الزملاء أو عاد القحطاني بالتحديد ومصادر البرنامج أن هذه المشكلة تم حلها من قبل إدارة الملعب والشركة، شركة الأمن التي طبعا هي يعني مهتمة بتنظيم الملعب، وكذلك أيضا مع إدارة نادي الشباب. وإن كنت أرى دائما أن المسؤولية تقع دائما على إداري الفريق ومأمور الملابس أيضا، الملابس بالتنسيق مع إداري الفريق مو مدير الفريق، إداري الفريق في المتابعة مثل الأمور وإغلاق غرفة الملابس والتأكد من ذلك. طيب تعليقك كابتن حمزة دريس عن السرقات، السرقات تعدت من البيوت وصلت الملاعب. والله فهد معلي لو تسمح لي انا بعلق اول شيء على لجنه الاحتراف يعني وعمليه الاعانه، اعانه الموسم الماضي. يعني لما تتكلم انه الاعانه الموسم الماضي معناته انه في تاخير في الاعانه. الانديه كيف حتصرف؟ يعني ممكن الانديه الكبيره بتقدر تتصرف في مدخولات اخرى، لكن الانديه قليله الدخل او محدوديه الدخل، اعتقد انه هذه من الاشياء السلبيه جدا في الكره السعوديه، يجب حلها. النقطة الأخرى عملية إصدار الشيكات بدون رصيد من الأندية، أعتقد يجب معاقبتهم. يعني أنك تصدر شيك بدون رصيد للاعب، المفروض أن النادي اللي يصدر شيك بغير رصيد للاعبه يحق للاتحاد السعودي أو لجنة الاحتراف أنها تعاقبه وتتخذ في موقف بخصم من نقاطه. يعني بالنسبة لموضوع السرقات أعتقد أنها ظاهرة سلبية جدا، المسؤول عنها إدارة الملعب بصراحة، لابد أن هي تهتم بسلوكيات وأخلاقيات الناس اللي يحافظوا ويشتغلوا في الملعب. طيب كابتن محمد، أنت عملت كمدير الفريق النصراوي الموسم الماضي، وأكيد أنك عاصرت يعني مثل هذه الحالات، أو إن كان ما أدري، لأن مثل ما سمعنا الآن كابتن صالح القميزي يقول أن الفريق النصراوي تعرض في نفس الملعب في نفس ممكن الغرفة. هل مثلا هل يتقع المسؤوليه على اداري الفريق على مامور الملابس؟ الشوف هي في الحاله هذه دائما من فضل الله الفتره الماضيه كان عندي اداري متميز اللي هو الاخ محمد الخرينق ومدير الفريق الاخ العزيز سالم العثمان. اضافه الى عندنا العم عبد الله ويونس كانوا شخصيتين مميزه ويتابعون مثل هالامور. الا انه كنت اتواجد انا في غرفه الملابس يعني بامانه، فكنت اتابع المباريات غالبها في اما في المضمار ولا في غرفه الملابس في التلفزيون. الامر الاهم من ذلك هو فيه جهه امنيه معنيه بالاستاد، يعني خاصه تحديدا الاستاذ الملك فهد، هي المسؤوله في المقام الامر على اداره النادي ان ترفع شكوى
لمدير إدارة الملعب الأستاذ الملك فهد ويعني معاتبته في ذلك، وأيضا التأكد من حقوق اللاعبين وين راحت بالضبط. المسألة مسألة يعني أصبحت جنائية، ممكن اليوم يأخذ جوالات لكن بكرة بعده يحط لك شيء يمكن أعظم من ذلك، فهذه تمثل مشكلة كبيرة جدا. أنا أعتقد أن المسؤول الأول عنها والأخير هو مسؤولين الملعب، إدارة الملعب بشكل محدد. احنا حاولنا نتواصل مع الأستاذ سلمان نمشان، المهندس سلمان نمشان. هذه تدخل بالجوانب التنظيمية يا فهد. نعم، لكن ذكر لنا أنه متواجد خارج المملكة، وذلك اللي في اجتماع ضمن الاجتماعات الاتحاد الدولي فيفا. والله أنا أقول يا فهد شوف، مثل هذه الأمور مهم جدا، الجوانب التنظيمية والأمنية هذه معنية بإدارة الأستاذ اللي يفترض أن تتواجد بمثالية أكثر. إذا كان أنا ما أمن أن أحط أغراضي بضاعتي داخل الأستاذ فهذه تمثل مشكلة كبيرة جدا. لكن في 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 الأمر هذا بشكل عام أيضا لابد أن يكون هناك اهتمام ومتابعة من المعنيين بالنادي. طيب نتوقف معكم مشاهدينا الأعزاء مع الفاصل الأول في حلقتنا لهذا المساء، وبعده نتابع. ديربي الغربية حبايب، الزعيم لا زال يواصل مطاردة الفتح،